Sheikh Husseini Isa Idris Al Hassan Kano State. Husseini Isa Idris Al Hassan Kano State. بأي رواية تقرأ؟ برواية حفص عن عاصم. نعم. برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أنت تقف ذاك فيها كان كلمة حتى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما
خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يا شيخ حسين فسر هذه الكلمات تفسيرا وافيا. ولا تيمموا الخبيث منه. ولا تيمموا الخبيث أي لا تقصدوا مال الرديء. نعم جيد. والمنخنقة أي الميتة بالخنق. نعم. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع أي تمتلئ به فتصبه. نعم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك أي خيرات نائمات ناميات. نعم. فلما استيأسوا
فلما استيأسوا أي خلصوا من إجابة يوسف لهم ماذا؟ أي قنطوا من إجابة فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فلما استيأسوا أي يقنطوا من إجابة يوسف لهم جيد قالوا أولم ننهك عن العالمين عن ضيافة أحد أو إجارتي جيد كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة أي عظمت في القبه كلمة يعني كبرت كلمة هذه الصيغة يعني ماذا؟ نعم عظمت يعني صيغة تعجب يعني ما أعظمها في القبح كلمة ما أعظمها لا بأس جيد قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا غلبت علينا استولت علينا نعم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون كلمة يوزعون أيوه أي يقف أوائلهم لتلحقهم يقف ماذا؟ يقف سوابقهم لتلحق أواخرهم يقف أوائلهم بالضمة نعم جيد ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان أي أمرناه وألزمناه نعم ما يملكون من قطمير كلمة قطمير أي يملكون من قطمير نعم أي القشرة القشرة الرقيقة الرقيقة القشرة الرقيقة في النواة على النواة نعم وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة اشمعزت اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون أي اشمعزت أي اطمأنت لا لا اشمعزت اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة أي زادت نفرت وانقبضت على التوحيد أيوة خطأ أو من ينشأ في الحلية أو من ينشأ أو من ينشأ أي من يربي من يربي يربى في ماذا؟ يربى في الزينة والحلية والنعمة جيد لا بأس أو أثارة من علم أو أثاره أو بقية من علم عندكم نعم إذ يتلقى المتلقيان أي يكتب يثبت ويكتب الملكان جيد الملكان. نعم. ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها أي حفظت وصنته عن الحرام حفظته وصانته عن من الرجال نعم أإذا كنا عظاما نخرة أي كنا عظاما نخرة أي متفرقة نعم. بالية متفتتة جيد نعم. التي تطلع على الأفئدة تليو الأفئدة أي على القلوب يعني التي تطلع على الأفئدة أي النار التي تطلع على الأفئدة على القلوب كلمة تطلع فسر تطلع نعم تطلع أي تحرق لا أو تصيب تغشى حرارتها أوساط القلوب أيوة تغشى حرارتها أوساط القلوب نعم خطأ السؤال الأخير قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الاستفهام في هذه الآية ما معناها
ما معنى الاستفهام في هذه الآية؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. من أظلم؟ أي فلا أحد أظلم. نعم جيد. لا أحد أظلم هذا معناه، معناه النفي أي لا أحد أظلم. بارك الله فيك. نعم ما شاء الله. صواب. السلام عليكم ورحمة